مساء الخير على أهل مصر في كل شقة وبيت وفيلا وقصر. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اختار صح. النهاردة هتناقش معاكم في مصطلح عقاري مهم جدا أجمع عليه المطورين العقاريين أنه لم يحدث في مصر. في ناس قالت أن ده بسبب ارتفاع الأسعار، وفي ناس تانية قالت أن ده بسبب أن العرض أكتر من الطلب أو بالنسبة الشراء. خليني أتكلم معاكم النهاردة يعني إيه فقاعة عقارية، وهل دي موجودة لحد دلوقتي لسه ولا لا. يعني إيه فقاعة عقارية؟ فقاعة عقارية يعني مفيش إقبال على الشراء، وده عمره ما يحصل أبدا. إحنا كمواطنين 100 مليون مواطن، 100 مليون مواطن محتاج من 400 ألف ل 500 ألف وحدة سكنية سنويا. معنى كده إن مفيش فقاعة عقارية في مصر نهائي. تعالوا معايا نروح نشوف أخبار العقارات الأسبوع ده. مصر إيطاليا تقترب من اقتراض 600 مليون جنيه لكايرو بيزنس بارك. صرح بده محمد العسال الرئيس التنفيذي للشركة، وقال إن شركة مصر إيطاليا اقتربت من توقيع قرض بقيمة 600 مليون جنيه مع عدة بنوك، ومن المتوقع إنها تكون في خلال الفترة الجاية، خلال الأسبوعين الجايين. طرح 23 فدان بالقرب من المتحف الكبير بالمزاد العلني. قال شكري ميخائيل الخبير المسمن ان في شركة سياحة كبيرة هتطرح ارض للبيع. الارض دي بالمزاد العلني على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بجوار المتحف الكبير على مساحة 23 فدان، وده هيتم في خلال النص الجاي من الشهر. العاصمة الادارية الجديدة تستقبل اول سكن في يونيو 2020. تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية تسليم 2340 وحدة سكنية للحاجزين في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية يونيو 2020، وطبعا ده بتصريحات من وزارة الإسكان. ماستر جروب تطلق مشروع جديد إبيزا شيل أوت في العين السخنة. قال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة ماستر جروب العقارية إن الشركة قدمت خصم يصل ل 15% خلال مشاركته في معرض نيكست موف بمشروعه الجديد بالعين السخنة. وبالخبر ده تكون أخبارنا العقارية خلصت. تعالوا معانا نشوف إنفوجراف للبورصة العقارية الأسبوع ده. وبكده عرضنا لكم البورصة العقارية، يا رب تكونوا استفدتوا منها. وتعالوا معايا زي ما وعدتكم نجاوب على بعض الأسئلة اللي الناس بتسألها لنا على صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك اختار صح. جالنا سؤال من محمد غريب على الفيسبوك بيقول ان واحد صاحبي في دبي ومش عارف ينزل وعايز يشتري شقة في العاصمة الإدارية الجديدة، يعمل ايه؟ دلوقتي بقى في تصدير العقارات. تصدير العقارات ده بيقوم على المعارض والمؤتمرات اللي بتحصل في دبي وفي الكويت وفي كذا بلد من الدول العربية. يعني تقدر انك انت تزور المعارض او تتابع ايه المعارض العقارية اللي بتتم مثلا في دبي الفترة الجاية. في معرض في الشهر الجاي في دبي الفترة الجاية، تقدر ان انت تتابع المعارض العقارية وبتلاقي فيها شركات مصرية بتبقى عندهم في العاصمة الإدارية الجديدة وفي المناطق الساحلية كمان، وهتقدر تستفاد من المعارض كويس قوي. انصحك ان انت تروح معارض العقارية في دبي والكويت وايا كان البلد اللي الناس فيه. هاجر علام بتسأل حد من صحباتي عايزة تقدم على شقة في الاسكان الاجتماعي المتميز. وزارة الإسكان بتطرح أراضي وشقق الفترة الحالية اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي. تقدري انك انت من خلال البريد الإلكتروني تقدمي وتعرفي كل احتياجاتهم. تقريبا احنا بنقدم من خلال PDF. وخليني في حلقة بعد كده، الحلقة الجاية ان شاء الله، ابقى اكلمكم بالتفصيل ازاي تقدروا تقدموا في الإسكان الاجتماعي المتميز. وبكده نكون ردينا على بعض الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها لنا وبتسألونا فيها، وإن شاء الله هنرد عليكم في الحلقة اللي جاية بأسئلة أكتر. وكل الناس اللي حابة تستفسر عن أي سؤال تبعت لنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك اختار صح. ودلوقتي تعالوا معنا نروح نشوف بكرة أحلى، ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني من داخل مشروع كنز مع المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة فيرست جروب. تعالوا معي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية. ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلومتر مربع، وتشمل موانئ شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العريش، الطور، العين السخنة، والأدبية، بالإضافة إلى أربع مناطق صناعية وتنموية: العين السخنة، شرق بورسعيد، وادي التكنولوجيا، والأمطرة غرب. والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي هيئة عامة حكومية عين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015 لتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس. وبالفعل تم تنفيذ استراتيجية الرئيس الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبيتم العمل منذ 4 أعوام في تلك المواقع، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين البعض الآخر، وسيتم افتتاح الباقي منها تباعا. بعد الفاصل، المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة فارست للتطوير العقاري. المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة فارست للتطوير العقاري، 20 عام في مجال التطوير العقاري، مؤسس أول تجمع طبي وإداري متكامل في 6 أكتوبر، له العديد من المشاريع العقارية ذات السمعة الممتازة في البناء والتشييد. النهارده احنا موجودين في مشروع جديد، مشروع كنز كومباوند موجود على طريق الفيوم، ومعايا كمان بيشرفني المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس اداره شركه فيرست جروب. انا برحب بحضرتك جدا ومبسوطه جدا بزيارتنا معاك النهارده علشان نعرف المشروع بالتفصيل. منورنا في كنز كومباوند، احد مشروعات فيرست جروب. النهارده اليوم طبعا بعد يوم المطر، فما زال في تجهيزات في الطرق والميه والكلام ده، ولكن تشرفونا في اي وقت. مفيش مشكله، اهلا وسهلا. خليني اديني بريف عن المشروع. مشروع كنز كومباوند بدانا في سنة 2015، هو 30 فدان، 1350 وحدة سكنية، مسطحاته بتتراوح من 100 متر لغاية 250 متر. بدأنا فيه في بداية 2016 أو آخر شهر في 2015، سلمنا المرحلة الأولى بعد سنة ونص. أنتوا خلصتوا المرحلة الأولى والثانية والثالثة؟ والثالثة خلصنا الثلاث مراحل وشغالين في الرابعة. آخر مرحلة بتخلص بيع وإنشاء. سلمنا المرحلة الأولى في منتصف 2017، والثانية بعدها ب6 شهور، والثالثة بعدها ب6 شهور. فالحمد لله معدلات التسليم ماشية بشكل جيد جدا، وبنسلم قبل الموعد المتفق عليه. في طبعا كنز بيحتوي على نادي اجتماعي، حمامات سباحه، مسجد، منطقه ملاعب متعدده. بيحتوي على مول تجاري اسمه كايا بلازا بمسطح 38,000 متر، ان شاء الله تسليمه في بدايه 2021 ان شاء الله. طيب خلينا ناخد جوله ونتمشى شويه مع بعض. تمام. حضرتك ممكن تكلمني وتقولي المساحات بتاعه الوحدات بتتراوح ما بين كام وكام؟ هل كل مرحله فيهم مختلفة عن المرحلة الثانية؟ لا، المساحات كلها أو المراحل كلها زي بعض من حيث المسطحات، ولكن المساحات بتتراوح من 100 متر لغاية 250 متر تقريبا في المتوسط. ده طبعا شكل العمارات بتاعتنا وشكل الحدائق واللاندسكيب اللي موجود. مشروع لسه ما اكتملش، لسه اللاندسكيب البابليك زون ما اكتملش، الشوارع لسه، ولكن دي المسطحات اللي موجوده وده شكل العمارات. اللي ماشيين ده لاندسكيب؟ ده المفروض ده شوارع ولاندسكيب، دي هتبقى مشايات زلط وازمالتو وكده، وده اللاندسكيب الخاص البرايفت زون بتاع الشقق بتاع الدور الارضي. الجزء الخلفي ده هيكون فيه لاندسكيب البابليك، هنا في منطقه كبيره، وفي المنطقه الرابعه برضه في المرحله الرابعه في منطقه اكبر باذن الله. باذن الله. يعني انا شايف في مجهود قوي جدا في العماله، يعني في الشغل وكده، انتوا بتنجزوا اكتر هنا صح؟ هنا خليه نحل، انا عشان مهندس مدني ومعظم البورد مهندسين، فهنا خليه نحل. ازاي حضرتك اخترت الديزاين؟
الديزاين بنلجأ لأساتذة التصميم المعماري بيدونا عدة أفكار وبالتالي بنختار أحسنها وأفضلها وبتاخد القرار الوزاري بعدها يعتمد وبينزل تنفيذ بقى على طول. إيه المميزات اللي بتميز النهاردة المشروع بتاعنا؟ مشروع كنز. والله مشروع كنز على طريق الفيوم الرئيسي، طريق الفيوم بقى هاي واي دلوقتي، سرعة عالية وحوارات بطيئة ومنطقة متميزة جدا، زائد توجه الدولة لأن المنطقة دي تكون منطقة سياحية. مدخل الهرم بقى على طريق الفيوم قبل كنز كومباوند بحوالي 2 كيلو، المدخل الرئيسي البديل عن مدخل مينا هاوس. قبلنا مشروع سان كابيتال أو العاصمة السياحية، وده مشروع شراكة مع الدولة مسطح كبير، وأعتقد إن شاء الله هيكون بداية جيدة جدا لهذا الطريق. يعني نقول إن اللي بيميزنا برضه بيميز مشروعنا في الطريق إن إحنا حوالينا أو جنبنا المتحف الجديد وسان كابيتال ومنطقة سياحية اللي هيبقى فيها عدة فنادق ضخمة للسياح القادمين او كده. شايف ان السوق بيتارجت المنطقه دي في الفتره الحاليه؟ طبعا احنا لما جينا حدائق اكتوبر كانت حدائق اكتوبر منطقه يعني من المناطق اللي غير مرغوب فيها. الحمد لله النهارده حدائق اكتوبر مفيش اي مشاكل، نجحنا ان احنا نحول اسم حدائق اكتوبر الى منطقه اتراكتيف جذبه للناس. فده الوضع في حدائق اكتوبر الحمد لله. شايفين النهارده يعني الجو جيد جدا. دي عمارات المرحله الاولى لو احنا شايفينها، واللي ظهرنا دي المرحله دي المرحله الاولى. اول مرحله اتسلمت دي أوكي. اتسلمت في دي اتسلمت بالكامل عندنا 35 أوكي. ساكن فعلي، رغم ان الشوارع لسه مش جاهزه بس عندنا 35 ساكن مقيم. المنطقه دي منطقه الخدمات، والمرحله الرابعه دي هتكون ايه يا باشمهندس؟ دي منطقه سكنيه مرحله رابعه، وفي قلبها منطقه خدمات، خزانات المياه وخزانات الحريق والدفاع المدني الكلام ده كله. في بعض الخدمات للسكان، مغاسل سيارات ومكان عام يقدروا يستفيدوا بيه في منتصف، ومنطقه لاندسكيب على مسطح ما يقرب من 8000 متر. 8000 متر حضرتك في الجزء الاخر تقريبا حمامات سباحه وانتري وخدمات اخرى. منطقه النادي الاجتماعي فيها مبنى اجتماعي، منطقه صالونات، فيها مطعم على مسطح 800 متر، فيها ثلاث حمامات سباحه، فيها حمامات، فيها سبا، فيها سكواش، فيها مسجد كبير، فيها مجموعه محلات وكافيهات لخدمه رواد المجمع السكني. هل في خدمات اخرى بتقدموها كمان للعميل اللي هيسكن النهارده في الكومباوند؟ والله العميل بدا احنا طبعا يعني بنشاركه معانا، هو شريك، هو مش عميل منفصل عننا، هو شريك. يعني الحمد لله طورنا عده افكار في عملنا له من ضمن الخدمات مثلا مكان للذبح في وسط المشروع. مكان للذبح دي جديده حضرتك؟ طبعا احنا النهارده لو جينا في عيد مثلا من الاعياد متخيلين 1350 اسره ممكن عملنا لهم مكان يذبحوا فيه، عملنا لهم مكان يغسلوا سياراتهم فيه. يعني مجموعه خدمات بتراعي الاحتياجات الفعليه، بجانب بقى اللاند سكيب، بجانب الملاعب، بجانب المطاعم، بجانب الكلام ده. طب قول لي راي العملاء ايه اللي اشتروا النهارده في كنز كومباوند؟ والله يعني طبعا شهادتي هتبقى مجروحه في هذا الكلام، انما هي فيرست جروب وكنز كومباوند بيتميز بميزه كبيره اللي هي المصداقيه والكريديبيلتي. انا مش محتاج اضحك على العميل بتاعي، انا بقول للعميل بتاعي اسلمك امتى، حتى لو عندي اي نوع من انواع المشاكل، تاخير في مرفق معين زي ما حصل الكهرباء هنا اتاخرت شويه، بقول له انا ظروفي 1 2 3. هو الراجل بيصدقني ان الحمد لله فيرست جروب بقى لها 20 سنه بتنفذ، 20 سنه موجودين مع العميل، 20 سنه ما بنكدبش على العميل، ما بنقولوش كلمه واحده غلط. فالعميل بتاعنا الحمد لله بيصدقنا في اي شيء. طيب انا لو انا النهارده عميل وعايز اشتري هنا في الكومباوند، تمام، حضرتك يعني تنصحني بايه؟ انصحك المساحه اللي انت محتاجاها قد ايه؟ يعني 150 متر. جميل، عندنا بقى بدائل مختلفة. ال 150 متر ده هتلاقيه مكون من 3 غرف واثنين حمام وريسبشن 3 قطع. التصميمات المعمارية بتاعتنا تصميمات سمارت جدا، عملها لنا اساتذة جامعة متخصصين في الاركتكتشر وفي الانتيريو. ممكن كمان نسلمك اليونت متشطب على ذوقك لو ممكن حبيبه. ولا اكيد؟ لا مش اجباري، يعني حسب طلبي انا كعميل اذا كان انت تسلموني متشطب او لا. حسب طلبك، وكمان ثمن التشطيب بينكلود في السعر، يعني ممكن تشتري متشطب طب جاهز وتختاري الاذواق اللي انت عايزاها وننفذها لك. عندنا دار التشطيبات المحترمه، معظمهم مهندسين فنون جميله، فبينفعونا جدا في التشطيبات الداخليه. حلو جدا. حلو جدا، يعني تقدر تسلمني متشطب. تمام. طيب خليني اتكلم مع حضرتك، شايف السوق رايح لفين دلوقتي؟ والله يعني كفيرست جروب
السوق احنا الحمد لله شغالين بشكل جيد جدا. فيرست جروب عندها مشروع سكني النهارده كنز كومباوند، عندنا مشروعين فيلات باذن الله في منطقه الشيخ زايد قريب جدا، عندنا مشروعين تانيين تجاري برضه في منطقه الشيخ زايد اللي هو كازان بلازا وكايا بلازا هنا بمسطح 38 ألف متر على طريق الفيوم. فالسوق متقبل والطلب على العقارات سواء السكني او الاداري او التجاري لا ينتهي. الدوله المصريه دوله تعدادها فوق ال 100 مليون، المهم بس نختار السيجمنت المناسبه واللوكيشن المناسب وندي اساليب تقسيط مناسبه للعميل بتاعنا. شايف الدوله متجهه لاني منطقه دلوقتي في التسويق في السوق العقاري عموما؟ لا طبعا الدوله فاتحه مشروعات التطوير العقاري في كل انحاء مصر. احنا عندنا بدءا من العالمين في اقصى الغرب الى المنصوره الجديده في اقصى الشرق، العاصمه الاداريه في متوسط الدوله، الاهتمام بمنطقه 6 اكتوبر ومنطقه القاهره القديمه خلينا نقول فيها مسبير وفيها اعاده الاحلال بتاع كل المناطق القديمه بتزال وبينشا مكانها مناطق جديده. فانا شايف ان ده توجه هايل واهتمام بالمجال العقاري بشكل كبير جدا. نرجع نكمل كلامنا بقى عن المشروع. انا اخترت تمام. وحدة 150 متر تمام. حضرتك قلت لي انت تقدر تشطبها لي او حسب ما انا ايه كعميل محتاجة تمام. طيب نظم التقسيط انت بتساعدني بايه او بتقدم لي ايه الخدمات او ايه النظام اللي انت بتقدمه لي يريحني كعميل؟ عندنا عدة انظمة للتقسيط بتبدأ من 10% لغاية 10 سنوات اقصر، تبدأ كداون بايمنت 10% واب تو 10 سنين اقصر. 10 سنين يعني كام رايحين العميل كله؟ مفيش اكتر من كده. لا مفيش اكتر من كده. طيب خليني اتكلم برضو مع حضرتك اكتر، ناوي بعد ما يعني ما نسلم المرحله الرابعه لكنز كومباوند نتجه لاني مشروع؟ طيب المشروعات لا تنتهي، خلينا بس لو بنتكلم على كنز مرحله النجاح الحقيقي بتبدا بعد الانتهاء من التسليم واداره المشروع. اي حد يقدر ينشئ اي مشروع، انما اداره المشروع ورضا الناس ورضا الكلاينتس الساكنين والعملاء الساكنين بعد ما يتسلموا وحدتهم ويعيشوا جوه وحداتهم دي اهم شيء. انا النهارده وانا لسه اندر كونستراكشن عندي 35 عميل ساكن ومحتمل معايا المشروع، محتمل الحفر ومحتمل المعدات عشان الحمد لله حاسين بالرضا وبالاهتمام بيهم يعني. بعد كده عندنا مشروعات كتيرة، في مشروعين سكنيين في منطقة الشيخ زايد إن شاء الله، فيلات واحد فيلات واحد عمارات، ومشروعات تجارية إداري وطبي وتجاري في برضه في منطقة أكتوبر والشيخ زايد. إداري وطبي وتجاري وتمام تمام. كازان بلازا وكايا بلازا. حضرتك شايف ان احنا النهارده لازم نهتم بالاداري والطبي، يعني سوقهم بيوسع اكتر في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي؟ هو احتياج العميل محتاج مكتب يدير منه عمله، والدكتور محتاج عياده يدير منها عمله، زي ما الكلاينت محتاج شقه يسكن فيها، فهو احتياج. المهم نقدم منتج جيد مدروس محترم يعني يفي باحتياجات العميل بتاعنا. ايه التارجت او ايه الشريحه اللي احنا النهارده بنتارجتها؟ تمام. ايه الشريحه اللي احنا بنتارجتها من لكنز كومباوند؟ احنا الشريحه بتاعتنا الكلاينت الاي ماينس لغايه البي، وخلينا نقول ان البي الاي والبي ده يعني مفيش فوارق واضحه النهارده في المجتمع. العميل اللي بيقدر يدفع ثمن المتر من 8.5 ل 10.5 في الموجود النهارده وفقا للتكلفه بتاعتنا، هو ده العميل المستهدف بتاعي. طبعا بيبقى فيه نوع من اختيار العميل، يعني بنحاول نجتهد نجيب افضل عميل موجود في السوق، ولكن ده عندنا عملاء بتوع الجيزه، منطقه الجيزه، منطقه الدقي، منطقه المهندسين، منطقه حدائق الاهرام، كل ده السيجمنت الموجود عندنا. الناس اللي في حدائق الاهرام اعتقد ان هي بالنسبه لها خمس دقائق تبقى هنا تنقل سكن على طول. بالظبط بالظبط، ده الاكستنشن الطبيعي يعني. اكيد. هل انتهينا من المرافق كلها؟ مرافق تقريبا بنسبه 90%، الميه موجوده في كل اليونتس، الصرف الصحي طبعا موجود في المشروع، الكهرباء كان في مشكله في المنطقه بصفه عامه ولكن الحمد لله اتحلت وقدرنا ناخد القدره الكهربائيه بتاعتنا كلها، فان شاء الله في خلال شهرين هتكون كل الوحدات المقامه المسلمه فيها عداداتها. انا هنا كمان موصل الغاز الطبيعي، مواسير البنيه الانفراستراكشر بتاع الغاز الطبيعي وبتاعه التليفونات كمان واصله، بحيث لما اشطب الشوارع بتاعتي يبقى ده فاينل باذن الله ما نرجعش تاني. ده يعني تليفونات
نت وكل حاجه وكهرباء وميه وغاز ان شاء الله في خلال شهرين ثلاثه هيكون الكلام ده منتهي باذن الله. تمام. هل في خدمات ثانيه حضرتك بتفكر الفتره الجايه انك انت تدخلها الكومباوند؟ احنا في يعني في موبايل ابلكيشن خاص بالسكان حطوا عليه كل طلباتهم، في اثنين باص ينقلوا للسكان اللي ما معهمش عربيات لغايه ميدان المايه لغايه اقرب نقطه، والموبايل ابلكيشن ده كمان هيكون في خدمه ان لو ساكن نازل ومعاه مكان في عربيته يسمح انه ياخد ساكن، بحيث نحاول يعني قدر المستطاع نوفر خدمات جديده للسكان بتوعنا. البرايفسي، كلمني عن الامان اللي انتم موفرينه بعد ما الكومباوند يخلص كله. المشروع كله الحمد لله محاط بسور ومحاط بكاميرات، في النهارده فوق ال 45 فرد امن في كل ورديه، ما عندناش اي حالات الحمد لله للسرقات والكلام ده بفضل الله، العمليه يعني بسيطه جدا مع ان الموقع لسه مفتوح واندر كونستراكشن، ولكن الحمد لله مسيطر عليه كويس. خدمات النظافه والصيانه والكلام ده بشكل جيد يعني متابعينها، وكمان اسسنا شركه ثرى للخدمات لاداره المشروعات ما بعد التسليم يعني. طبعا المشاهدين مش عارفين، الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، ان انا خدت جوله صغيره كده قبل ما انت لفيتي المشروع كله ومن لفيتي المشروع كله. حبيت قوي فكره انا شفتها ان في كل مبنى فيه جراج، بس كل الجراشات دي مفتوحه على بعض من تحت، فانا عايزه افهم ايه وجهه النظر. الجراش محلول بشكل جيد جدا، محلول هندسيا، محلول للمانوفر بين السيارات، عندي تو لين، لين للدخول ولين للخروج، عندي كل مبنى فيه رامب دخول ورامب خروج، فالجراش محلول بشكل جيد، والمشروع كله متصل ببعضه من تحت كجراشات، وطبعا محلول او مراعاه في الدفاع المدني، ولو لا قدر الله حصلت اي حريقه في اي حاجه تحت، لا الكلام ده كله متراجعين. حاطين تارجت ان احنا نخلص المشروع خلال قد ايه؟ ان شاء الله في 26/21، يعني بعد سنه ونص من النهارده اخر ميعاد، اخر موعد للتسليم والشوارع والمنافق وكل حاجه، يبقى الناس كلها ساكنه في اماكنها. اخر ميعاد للتسليم 26/21. اوكي، يعني خليها 20 يا باشمهندس. لا مش هنخلص، في سكاديول. لا في سكاديول معين شغالين بيه، ولسه قدامي المرحله الرابعه كامله. ازاي بتتابع مع العملاء انك توريهم او يبقوا بابديتس كل شويه ايه الجديد اللي اتطور واللي اتبنى وخلص في المشروع؟ الويب سايت بتاع الشركه فيه ابديتس كل 3 مانس، كل 3 شهور او كل كوارتر، بنصور بالدرون وبنصور بالكاميرات وبيتحط على الويب سايت، والعملاء كمان متابعينا بشكل دائم، يعني شكاواهم بيتم التحقيق فيها ومراعاتها، يعني الحمد لله في تواصل دائم بيننا وبين العملاء بتوعنا. تمام. هل في شكاوات من الباشمهندسين اللي بيشتغلوا؟ المهندسين بتوع التنفيذ يعني بيتم اختيارهم بعنايه الحمد لله، احنا عشان الباك جراوند بتاعتنا انا سيفل انجينير، فبالتالي بيتم اختيارهم بعنايه، ومفيش شركه ما فيهاش مشاكل ومفيش شركه ما فيهاش شكاوى، ولكن بيتم الاستجابه فيها وتغيير، وفي اي حاجه بيتم التغيير يعني. بشكرك جدا يا باشمهندس على الاستضافه الجميله دي والمعلومات اللي احنا استفدناها منك النهارده. اهلا وسهلا بيك يا استاذه، تشرفوني، وانتظركم بقى مع نهايه المشروع تشوفوا الشوارع واللاندسكيب بتاعنا، تبقى حاجه مشرفه ان شاء الله. اكيد اكيد، قريب ان شاء الله نيجي نشوف اللاندسكيب وانتهاء المشروع. دايما تنوروني. شكرا. كنا معاكم مشاهدينا من مشروع كنز كومباوند، موجود على طريق الفيوم قريب جدا من طريق الرمايه. قدمت لكم كل حاجه موجوده في المشروع، وكان معايا المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس اداره فيرست جروب. بعد الفاصل، بريكزي وقصر النيل يوقعان عقد تسويق مول 11 الطبي وبلان اي من داخل اكبر المشاريع في التجمع. المهندس أحمد سليم
رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات والرئيس التنفيذي لمجموعة كايرو كابيتال، خبرة كبيرة في إدارة المشروعات العملاقة، آخرهم مول ويست 11، أول مول طبي في مصر في مدينة السادس من أكتوبر. بعد ما كنا في مؤتمر إطلاق مشروع ويست 11 قررنا ان احنا نبقى في اللقاء مع المهندس احمد سليم رئيس مجلس ادارة شركة بريكزي علشان نعرف عن المشروع بالتفصيل. برحب بيك جدا. اهلا بك. خلينا في البداية نتكلم عن المشروع، اديني نبذة عن مشروع ويست 11. مشروع ويست 11 هو مشروع تجاري خدمي متكامل موجود في مدخل مدينة 6 اكتوبر تحديدا عند جامعة مصر. المشروع يتميز ان هو بين محورين، ما بين محور جمال عبد الناصر ومحور المحور الرئيسي الخاص بمدينة 6 اكتوبر. مشروع ضخامته او ميزته ان هو بيتكون من 5 عناصر رئيسيه زي ما اتكلمنا في المؤتمر. هو عباره عن هايبر ماركت، هيكون واحد من اكبر الهايبر ماركتس اللي موجودين في منطقه غرب القاهره على تقريبا مساحه 6000 متر تقريبا. وعندي انا ميديكال سنتر عباره عن 50 عياده زائد ميديكال سنتر متخصصه باسلوب اداره طبي كامل متخصص بيه بالاضافه للصيدليه والكيدز اريا اللي بتخدم عليه. وعندي اول بزنس هاب، او دي قد تكون اكبر ميزه موجوده في المشروع. عاملين اول بزنس هاب تقريبا موجوده في مصر. ناس كتير بتبيع مكاتب او بتأجر مكاتب بمساحات صغيره، بيواجه المستخدم مكتب او مستأجر المكتب مشكله في توزيع المكتب، بيحتاج مثلا 2 أو 3 ميتنج رومز، بيحتاج مكان للتدريب، بيحتاج مكان لمؤتمر مثلا صغير او قاعه اورينتيشن لو هو محتاجها. ده ما بيتناسبش مع اي مساحه قد تقل عن 200 متر. فبناء عليه خصصنا تقريبا مساحه لن تقل عن 1000 متر لان هي تكون اول بزنس هاب موجوده في مصر. هو عباره عن بزنس سنتر كبير موجود فيه قاعات تدريب، قاعات مؤتمرات، بزنس لاونجز، اماكن الاجتماعات بسيرفيس كيترينج كامل موجود عليه. اي مستاجر او اي مشتري للوحدات المكتبيه يقدر ان هو يستعملها او ياكسس عليها في اي وقت على مدار 24 ساعه لخدمه المكتب بتاعه. فعندنا هايبر، عندنا ميديكال سنتر، عندنا الجزء الاداري، عاملين اول اوتلت موجود في المنطقه دي، يعني الاوتلت مول الوحيد اللي موجود بعيد جدا 30 كيلو تقريبا لجوه. فالمنطقه دي برغم وجود مول عرب ومول مصر وبعض الاماكن الموجوده فيها بس ما فيهاش الاوتلت مول، فعاملين جوه المكان اوتلت مول كامل متركين فيه الهاي اند براندز. والجزء الاخير اللي هو البيزنس بلازا، او سوري الاف اند بي بلازا، هي بلازا كافيهات او مطاعم. قد تكون او احنا نرى ان هي هتكون من انجح البيزنس او من انجح البلازاز اللي هتكون موجوده نتيجه وجود ترافيك عالي جدا على الاوتلت مول، نتيجه وجود ترافيك جدا عالي على الميديكال سنتر، ونتيجه وجود ترافيك على البيزنس هاب الموجوده. شايف ان السوق العقاري دلوقتي متجه او بيتارجت اكتر المشاريع التجاريه؟ بطبيعه وضع السوق، السوق كان في فئه كبيره جدا قد تكون نص المشترين او نص اللي بيتوجه للسوق، الشريحه دي موجوده عشان كان بيشتري بغرض الاستثمار. فكان بيتوجه كتير جدا للعقارات السكنيه بفكره الاوفر، بفكره ان هو يشتري الوحده السكنيه عشان يبيعها، يشتري يحط مثلا فيها 300,000 جنيه ياخدهم 400,000 او 450,000. مع وجود مشاريع كتير ومع وجود منافسه كبيره جدا مع المطورين، فئه المستثمر ده بدات تقل او بدات تندثر تماما، ما عادتش موجوده. اصبح ان او ده يعني حذى بيهم ان السوق محتاج بديل استثماري قوي. فالبديل الاستثماري القوي في الفتره الجايه او اللي بدا يتخلق طبيعيا هو بديل استثماري اللي ليه عائد ايجاري قوي. تمام؟ فبدا يبقى في توجه عالي جدا من فئه تقريبا 50% من مشترين القطاع العقاري على اي عقار بيبقى ليه عائد ايجاري قوي او بيتاجر بشكل كبير، وطبيعي هيبقى اكتر حاجه بتتاجر بقوه او باقبال عالي جدا هو العقار الاداري والتجاري، وخصوصا لو كان في موقع متميز. فانا متخيل نتيجه وجود كده السوق هيبقى خلال الفتره الجايه، خلال ممكن نقول 5 أو 6 سنين الجايين، توجهه كله على التجاري وعلى الاداري وعلى الطبي اللي بيتاجر وعلى السكني اللي يقدر يتاجر اللي هو السكني الفندقي تحديدا. نقدر نقول ان بريكزي النهارده بتهتم بالتجاري اكتر، بتسويق المشاريع التجاريه. نتيجة قوه الاقبال على التجاري، احنا مبيعاتنا تقريبا في 2018 كانت تقريبا 2.5 مليار جنيه، منهم 500 مليون كانت على السكني بس. والسنه دي لقينا النسبه تقريبا برضه 500 وبتزيد، وبدات المشروعات يبقى في اقبال عالي جدا على المشروعات التجاريه. بناء عليه احنا اسسنا كيان جديد تحت مسمى بريكزي كوميرشال. ده كيان وجبنا فيه ستاف كانوا كلهم في دبي وفي لبنان، وناس كانوا اقوياء جدا في اداره المولات اللي على مستوى العالم. بناء اسسنا جمعنا تيم قوي جدا وبدانا مركزين بالشركه دي او بالكيان ده بس في التجاري والاداري او المشروعات الخدميه والترفيه.
حلو. طب خلينا نرجع تاني للمشروع، حابة يعني اعرف منك تفاصيل اكتر، المساحات قد ايه، هتشتغلوا عليه ازاي؟ تقسيمة المشروع، مشروع تقريبا حجم مبيعاته في حدود 1.5 مليار او لن يقل عن 1.5 مليار. طبعا نجاح المشروعات التجارية والخدمية في الايجار والادارة مش في البيع. بناء عليه احنا قررنا نطرح نص المشروع بس او بحد اقصى نص المشروع للبيع، يعني عندنا مترجتين مبيعات فيما في حدود تقريبا 700 مليون جنيه فيما يخص الاداري والتطبيق، والنص الثاني ايجار. التجاري بشكل كبير جدا، التجاري بشكل كبير هيبقى مطروح للايجار، ومش اي حد هنأجر فيه، يعني احنا مترجتين براندات معينه او حاجات معينه هنبدا نشتغل عليها، وده اللي هنبدا نشتغله. ايه البراندات اللي انت مترجتها في المول اللي انت هتقدمها كخدمه للعملاء؟ الميكس، يعني مش براند بعينه بس الميكس معين، يعني انا ميكس مثلا في الاوتليت انا عندي تقريبا 30 اوتليت شوب. الاوتليت شوب انا متارجت فيهم حاجات الهاي اندز، ما بين سبورتس وما بين وومن فاشن، ما بين مين فاشن، ما بين حاجات كلاسيك، ما بين حاجات كاجوال، متارجت النوع نفسه يعني. كله متقسم نفس المساحه، يعني ما فيش اي اختلاف مثلا طبي؟ عندي ميكس عليه جدا. اوكي قولي. يعني عندي لا المساحات المكاتب مثلا عندي مساحات بادئه من اول 50 متر لحد 500، في عندي ميكس عاليه معمول في المول. يعني المساحات الطبيه العيادات تقريبا في حدود 60 و70 متر، دي المساحات الخاصه بيها طبعا ومضاعفاتهم، اللي حبيبهم المراكز الطبيه في حدود 300 متر و400 متر، والشوبس بقى مفتوحه يعني من اول اصغر حاجه عندي 100 متر لحد 2000 متر. ايه المميزات اللي بتميز المول عن اي مول تاني يعني؟ لوكيشن، هو اول مول كده في اكتوبر، كل المولات اللي بالستايل ده موجوده في الشيخ زايد، يعني كابيتال، توين تاورز، اركان، كل المولات الكبيره اللي بنسمع عنها في منطقه غرب القاهره هي موجوده في الشيخ زايد. ده اول مول من النوع ده موجود في 6 اكتوبر، يمكن اللي جنبه مول عرب، بس مول عرب ليه سيم مختلف. مول عرب هو سيم بس الشوبينج والبلازا اللي على النافوره والفود كورت. طيب خليني اكمل معاك برضو، حابه اسمع لو يعني احنا اتكلمنا عن المؤتمر وعرفنا المشروع بالتفصيل، حابه برضو نتكلم عن بريكزي شويه. اوكي. بتقدم ايه الفتره الجايه، او ايه البلان اللي انت حاططها تارجت ليك الفتره الجايه؟ بريكزي وصلت ان هي بقت اكبر بروبرتي كونسلتنت موجود في غرب القاهره، يعني وبقت كلمه كونسلتنت اكتر، يعني احنا بريكزي بقت واصله لمرحله في منطقه غرب القاهره ان اي ديفلوبر جديد او اي مطور بدا يستعين باستشارات الشركه او بخدمات الشركه في ان هو يخطط المشروع بتاعه او يدرس السوق او يقوم طلباته او كده. قوتنا في ان احنا مركزين جدا في منطقه غرب القاهره اللي هي بدايه من اول المهندسين لحد الواحات، يعني ده الشريط بتاعنا امتدادا للساحل الشمالي، دي الاريا بتاعتنا مركزين فيها بقوه جدا. كنا محققين مبيعات عاليه، او في السكن احنا تقريبا اعلى حد في جزء غرب القاهره محققين مبيعات. توجهنا السنه الجايه او توجهنا الفتره الجايه للاستشارات بشكل اقوى، بدانا نتجه للاداره بشكل عام، اداره المولات او اداره الحاجات، كان السوق مفتقد لحاجه زي كده تمام. وفي السكن بقينا نعلي شويه او بقينا نقدم استشارات، بقينا مركزين في منطقه بتاعه امتداد الشيخ زايد، معلين مركزين فيها على وحدات جديده باسعار تكون اهدى شويه. يعني رؤيتك ايه، شايف السوق العقاري متجه لاني منطقه؟ لا بيتارجت اي منطقه؟ تنوع عالي جدا، يعني صعب نقول ان هو متجه لمنطقه معينه، بس جوه مناطق يعني متجه مثلا لمدينه سفنكس الجديده، دي مدينه هتبقى مرتبطه بالمطار ومرتبطه بالجزء السياحي، متجه في الناحيه الثانيه من سوق العاصمه الاداريه، طبيعي بمجرد نقل وزارات السوق هيختلف تماما، ومتجه للعالمين الجديده. للعالمين الجديده بالظبط. رايك ايه في العالمين الجديده؟ هتبقى لاس فيجاس شرق الاوسط. بجد هتبقى كده، انا متخيلها هتبقى بالوضع ده تماما. يعني شايف العالمين الجديده كمان 5 سنين هتبقى عامله ازاي؟ تاورز، اماكن فسح، ديزني لاند خلصانه، اي حاجه. هل العملاء يعني مهتمه بالعالمين الجديده جداً والمناطق جداً الجديده عموما؟ جدا جدا، خلال 3 شهور بتوع الصيف، يعني حتى بدا السنه دي بدانا نلاقي ان الاماكن الخاصه بالحفلات بدات تمد شويه، كانت الاول بتقفل اخر 8، السنه دي لقيناها ممكن تكون لحد لسه، حتى احنا في 10 اهو او في اول 10، في اماكن لسه شغاله لغايه دلوقتي. لا 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 خلاص قفل، انا لسه جايه من هناك. لا فعلا، كان لسه لحد مثلا من اسبوع فات كان لسه في اناونسمنت عن في ميوزك ارينا، وكان في ايفنت لسه بتعمل هناك يعني. اوكي. فلا، وبدايه من السنه الجايه او السنه اللي بعدها لما يبدا رمضان يدخل في شهر 3 وفي شهر 4، هتلاقيها من اول شهر 5 الساحل بدا يشتغل، فمع الوقت لا هتلاقيه بدا يشتغل على طول مثلا السنه او السنه كلها ما عدا 3 او 4 شهور بس يعني. طيب نرجع تاني للمشروع، قولي هتسوقه ازاي؟ هتقدمه ازاي للعميل؟ اعتقد لوكيشن المشروع والطلب اللي عليه، احنا مجرد بس ما بدانا نعلن ان في مشروع بقى عندنا اوفر ريكويست على الحاجات المطلوبه. حلو. فاعتقد موقع المشروع وقوه الكونستراكشنز اللي فيه مخلينا مش محتاجين نعمل وسائل ترويجيه ليه. شايف ان السوق العقاري هيكون فيه ركود الفتره الجايه زي ما الناس بتقول؟ طيب السؤال ده بيخلينا نتكلم عن السوق العقاري اصلا في مصر، نشأته يعني، هنتكلم من الاول. مصر من 4 أو 5 سنين فاتوا ما كانش فيها سوق عقاري.
تمام. هي كان السوق عبارة عن 4 أو 5 شركات كبيرة أو هنقول 10 شركات بينزلوا المنتج، بيبقى فيه اوفر ريكوست عالي جدا، طلب عالي جدا نتيجة الكثافة السكانية اللي موجودة. فبدأ ان المشروع بينزل، كان زي ما بيقولوا زي حاجات الحكومة زمان بيتباع الاستمارة. حد يحجز مثلا في سودك، حد يحجز في طلعت مصطفى، حد يحجز في بالم هيلز، شركات او التايكونز الكبيرة اللي موجودة في البورصة ما كانش في غيرهم في السوق. خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بدأ يظهر مطورين كتير في السوق، وبدأ يبقى فيه بدأ يبقى عندنا سوق حقيقي. تمام. قبل كده لما كان موجود ما كانش سوق حقيقي، كان سوق فيه طلب عالي جدا جدا وفي عرض قليل جدا. النهارده بدأت شويه الطلب قصاد العرض بدأوا يتوازنوا، بدأ يبقى فيه اختيارات كتير، بدأ يبقى فيه منتجات كتير قدام العميل. العميل قدامه الحاجات كلاس A، كلاس B، كلاس C، كلاس A قدامه الفيلا العالية قوي، قدامه الحاجة الاستوديو الهاي فينيشد، قدامه ان هو يسكن في مكان على النيل. بقى فيه برودكت ميكس عالي جدا، فبدأ يبقى فيه منافسة حقيقية. المنافسة دي طبيعي زي أي سوق في الدنيا، سوق الصناعة، سوق السياحة، كل طول ما في منافسة طول ما في شركات بتنهار أو في شركات بتقع وفي شركات بتنجح، وفي شركات في وقت صغير جدا بتكون في وقت قليل شركات صغيرة بتطلع وتبقى شركات قوية، وشركات قوية جدا نتيجة إن هي ما بتغيرش. حتى سوق الموبايلات يعني نوكيا نزلت، أبل فجأة في 5 سنين شركة طلعت بقت رقم 1 على العالم. فبقى في منافسة في السوق العقاري، المنافسة دي بقت مخلية أي شركة أولد سكول او اي شركه شغاله بالمدرسه القديمه مفيش تنويع، معتمد على التمويل من المبيعات بس، بدا مع الوقت ينهار وبدا مع الوقت يقع. تمام. ما بيسعرش غلط، بيسعر يعني كان بيبقى فيه تسعير بشكل مبالغ فيه عن شركات كتيره جدا، يحط ربح 200% و300%، ما كان يعني الحاجه مثلا الحق او الفير برايس فيها مثلا 10 او 15000 تلاقيه بيبيعها ب 20000 وب 25000. المنافسه بدات تظبط السوق، دي حاجه صحيه في مصلحه الاقتصاد وصحيه جدا في مصلحه العميل. النهارده انا كشركه عشان اظهر في السوق انا محتاج ادرس السوق كويس جدا، ادرس اسعاري، ادرس البيمنت بلان بتاعتي، اميز المنتج بتاعي بشكل قوي. الفتره اللي فاتت هنلاقي في شركات فعلا بدات تقع وبيحصل فيه ديكلاين ويحصل فيه ركود في بعض الشركات اللي ما بتجددش من نفسها او ما بتنوعش من نفسها، وفي شركات في وقت قليل جدا طلعت وبقت شركات كبيره جدا نتيجه ان هي نازله بمنتجات جديده ونازله بافكار جديده. يعني منهم اكبر مثال شركه زي تطوير مصر، في 5 سنين بقت احد التايكونز. بس بص البرودكت بتاعت شركه زي دي نازله ازاي، البرودكت الاداره بتاعتها ماشيه ازاي، اسلوب الكونستراكشن، الثقه في الكونستراكشن ماشيه ازاي. تمام. في شركات كتير وشركات اصغر منها بكتير ما بنحسش خالص بحاجه زي ركود فيها، بس بنلاقي شركتين او 3 أو 10 شركات ما بيقدروش يبيعوا، بيقفلوا، ما بيقدروش ينفذوا، ما بيقدروش يسلموا في مواعيدهم. فاللي احنا فيه هو حاله سوق صحي او سوق عقاري احنا محتاجينه من زمان، مش ركود عقاري او مش هدوء عقاري او مش فقاعه عقاريه. كلمه فقاعه عقاريه او ركود عقاري ما نقدرش نتكلم عنها الا لما نبقى زي هونج كونج ولندن، هي الحاجات اللي فيها طلب علني عالي جدا نتيجه الاستثمار القوي جدا اللي موجود فيها. احنا لسه سوق بيتعلم المشي، طفل بيتعلم المشي، مش سوق عقاري ناضج. لما نوصل لمرحله لندن، هونج كونج، سنغافور كسوق عقاري، ساعتها ممكن نبدا نتكلم هل هيحصل ركود عقاري او فقاعه عقاريه ولا لا. تمام. من خلال برنامجنا اختار صح احنا بنحب ندي نصايح دايما للناس ونقول لهم ازاي يشتروا عشان يعني ما يقعوش في مشكله او ايا كان. ادينا نصيحه دلوقتي للمشاهدين يسمعوها، ازاي تنصحهم ان هم لما يجوا يشتروا عقار يشتروه ازاي؟ رقم 1 الورق والثقه في الكونستراكشن، هم دول يعني او هم اولويه اي حاجه. الاوراق تكون راجعه لهيئه المجتمعات العمرانيه، راجعه للمحافظه، راجعه لجهه ما، الرخص تكون طالعه في المشروع، ده اهم حاجه. الشركه ليها قوه في الاستلام، انا عارف مين الشركه دي، عارف ملائكتها الماليه عامله ازاي، شفت استلاماتهم او مشروعاتهم قبل كده، شفت ان هم بيعرفوا يشتغلوا كونستراكشن. بس دول حاجتين توفروا في اي حاجه هتقدر. مهندس احمد سليم انا بشكرك جدا على استضافتك لينا كمان في بريكزي والنصايح والكلام الجميل اللي حضرتك وضحته من خلالنا من خلال اختار صح، وان شاء الله نبقى معاك تاني في المشاريع تحت بقى باذن الله. شكرا لحضرتك. بشكرك. الاستاذ رامي كمال المدير التنفيذي لشركة بلان A للتسويق العقاري، خبرة 14 سنة في مجال العقارات، شارك في تسويق أكبر المشاريع العقارية في مصر ودايما متواجد بشركته في المعارض العقارية. النهارده احنا موجودين في مشروع من المشاريع اللي بتسويها شركه بلان A للتسويق العقاري. زي ما عودتكم النهارده معايا في اخر الحلقه استاذ رامي كمال المدير التنفيذي لشركه بلان A للتسويق العقاري. انا مبسوطه بيك وبرحب بيك جدا معايا النهارده. اهلا يا استاذ رامي، انا اللي مبسوط ان انا مع حضرتك. ايه الاخبار؟ كل زي الفل. خلينا نتكلم وتشرح لنا وتدينا تفاصيل عن مشروع احنا متواجدين فيه النهارده.
المشروع مساحاته بتبدا من 125 متر ل 355 متر. طبعا ده بيختلف من المساحه للتانيه نوع البيت. احنا عندنا شقق الفلات، عندنا دوبلكس، عندنا بنت هاوس كمان. هنا البنت هاوس بيتسلم متشطب، عندي الارض بجنينه، يعني الارض بحديقته. زي ما حضرتك شايفه كمان الواجهات بتاعت العمارات مختلفه جدا. شغل المودرن ده، الحجر والرخام، دي حاجه بتفرق جدا في المينتنس. نتكلم نقول ان كل ده اللي بيميز المشروع. المشروع 71 فدان، مكون من 74 عماره. زي ما حضرتك شايفه استاذه رانيا، كل المشروع الواجهاته خلصانه بالكامل، المشروع ساكن بالفعل. احنا كمان عندنا مساحات مختلفه، المساحات بتبدا من 125 متر ل 375 متر. كنا وحضرتك بنتكلم من شويه، حضرتك قلت لي في الدوبلكس، عندهم دوبلكس. الدوبلكس هو اللي مساحته 375 متر، تمام. زي ما انت شايفه كمان الحمام السباحه جاهز، الخضره، الممشى بتاعنا، المشروع جاهز للسكن. هما كمان بيبداوا، بداوا الفتره اللي فاتت دي في اوفر جديد للشغل، وهو ان الشقق بتتسلم متشطب. بندفع 10% مقدم وبنقسط الباقي على 5 سنين. وانا كمان حابب ان حضرتك تاخدي فكره وتتفرجي معانا ونفرج الساده المشاهدين على المشروع. طب يلا خلينا ناخد جوله. يلا بينا. يلا. صراحة يعني المشروع حلو جدا، يعني ممكن تكلمنا شوية عنه كمان واحنا بنتفرج. بصي انت شايفة كمان، انت عندك دلوقتي الواجهات. ده الرخام الابيض، اللون البيج ده الرخام، ده الحجر. هو ده اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيه، ان الواجهات دي معمرة جدا. مع عوامل التعرية، المطر والهواء والرياح والحاجات دي كلها، لا معمرة، بتعيش احسن وافضل من الواجهات الدهانات والجي ار سي والحاجات دي. حلو. بتبقى قوية جدا. مع كمان شكل الواجهات زي ما حضرتك شايفه كده، شكل الازاز مع الحجر، الواجهات المودرن، اللايت الخفيف ده، اللاندسكيب طبعا شكلها حلو جدا. كله يعني ديزاين واحد. الواجهات كلها متشابهه تمام. هو بس بيختلف طبعا البيت، العماره فيها الانواع اللي قلت حضرتك عليها، الشقه الفلات او البنت هاوس. البنت هاوس على فكره بتسلم حمام سباحه. البنت هاوس بيتسلم معاه حمام سباحه في الروف. بالظبط. حلو جدا. الارضي بالجنينه بتاعته، الدوبلكس. يعني اخر دور ليه مميزات والدور الاولاني ليه مميزات. احنا عندنا كمان، ما انا بقول لحضرتك العماره فيها كل حاجه، العماره فيها كل المساحات بكل الانواع، البنت هاوس والدوبلكس والشقه الفلات. ايه المميزات اللي انت هتوفرها لي كشركه بلان ايه؟ اكيد طبعا احنا بنتحرك مع الكلاينت وبنيجي الموقع، لازم نوريه الموقع. اهم حاجه نوريه الموقع. احنا اتكلمنا في الموقع ان هو برايم لوكيشن. حلو. لازم يشوف المشروع زي ما حضرتك شايفاه دلوقتي بعينك، ده مهم جدا. عشان النهارده انا مهما وريته صور ومهما قلت له ان المشروع حلو، لازم هو يشوفه بعينه. طبعا. انا جيت شفته. فبحاول انا اوصل له حلاوه المشروع بس بعينه برضه، لازم يجي. تمام. بنيجي هنا نعمل زياره للمشروع، نتمشى وسط الخضره، وسط الحمامات السباحه، ويشوف الناس ساكنه فعلا. احنا مش بس بنسوق المشروع وبنقول ده ساكن وخلاص، لا، هو هيشوف بعينه ان هو ساكن، هيشوف اللاندسكيب، هيشوف كل حاجه خلصت في المشروع بالكامل. الامن 24 ساعه، يعني الناس تقدر فعلا النهارده في الاوفر اللي احنا شغالين بيه اللي هو ال 10% وخمس سنين وتستلم متشطب، تقدر تسكن، تقدر تسكن على طول، مجرد ان حضرتك تنقل عفشك فيه وتلاقي عفشك وفرشك وتبدا تقسط على خمس سنين. يعني انت بتستلم قبل ما تدفع فلوسك كامله. دي على فكره دي ميزه كويسه جدا في مجال العقارات، يعني ان المشروع تهديه خلصان، فده حاجه حلوه جدا. انا فعلا من احلى المشاريع على قلبي. لا هو بجد المشروع حلو جدا. عارفه تحسي ان البحر وراه. ده حقيقي، انا حاسه فعلا انا في الساحل دلوقتي. البحر وراه فعلا. الواجهات المودرن اصلا بتدي الروح ده، مع طبعا المناخ الجميل بتاع بلدنا، يعني فعلا تحسي ان انت فعلا ورا العمارات دي هتلاقي البحر. ده حقيقي، انا سعت جدا.
وبكده فكرتي خلصت معاك يا استاذ رامي النهارده. احنا مبسوطين جدا ان احنا معاك في مشروع على ارض الواقع، المشاريع اللي بتسوقها شركه بلان ايه للتسويق العقاري، وان شاء الله كل مره هنبقى معاك في مشروع جديد. وخليني اقول للمشاهدين ان لازم ان شاء الله هنعمل اوفر من خلال البرنامج اختار صح لشركه بلان ايه للتسويق العقاري. اي حد حابب المشروع يا ريت يكلم بلان ايه للتسويق العقاري، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. انتظروني في حلقه جديده كل يوم اثنين الساعه 7 مساء، والاعاده يوم الخميس الساعه 3 في برنامجكم اختار صح.